انا اللي حاب تحكي لهم يعني المشاهدين برك باش تكون عندهم فكره على معاناه الام مع اولادها على اليوم الدخول الدراسي. انت قلتي لي في يوم الدخول الدراسي نهار تنكذب عليك كنت نستنى في هذاك النهار بعشر عينين كما كي اي ام. شوف تخيلت نهار زاد نهار اللي حطته لي طبيبه هنا في عبوني تخيلت من ذاك النهار وانا نتخيل في وليدي كيفاش. الوغ لا كي قالت لي فات لي نومب في الطول والله يبارك ثاني كتاف وعراض وليت نتخيلو سبورتيف وما نحكي لكش درت احلام بنيت قصور وهديتها. تخيلتو كي دخل ليكول تخيلتو كي جاب سيزيام تخيلتو كي جاب بيام وكي جاب الباك وفرحانه وكبيره وفرحانه بوليدي مي الحمد لله. صح نهار وصل الصح نهار اللي دار عبد الصامد شو نهار اللي دار خمس سنين ما حسيتلاش نهار اللي دار عبد الصامد ست سنين ما قدرت نكذب عليك خويا يوسف. رحت شريت لي زعفر شريت كرطاب شريت طابليه انا بالعادي شريتها من وليد خويا بصح باش تنحي هذيك حرقه كبيره. غلقت وذنية مع الصباح باش ما نسمعش الذراري كيكونوا داينهم عليهم اللي يكون انا ثاني ولادي من حقهم يقراو من حقهم ادماج باسكو على بالك ولادي يظلوا عندي بيت وحده يظلوا فيها ياكلوا فيها يرقدوا فيها يشربوا فيها. دوكا حاجه اللي راهي غيظصني كون ما قدرتش نعيش ولادي عيشات تليق بيهم. انا هذه اللي راهي قاتلتني باسكو اني خايفه غدو عند ربي نتحاسب عليهم قدوة ربي كي يدي امانته واش يقول لي ديك الامانه اللي عطيتها لك واش درتي فيها واش درتي في الامانه اللي عطيتها لك. صح الحمد لله ربي راه يشوف بعينه شوف الحمد لله قد ما نسيو نكذبوا على الناس صح ربي ما نكذبوش عليه. انت الحمد لله راكي ديري في اللي تقدري عليه وراكي ديري في واجبك. عباك اللي يتحاسبوا عند ربي تاع الصح شكون؟ مافيا الادويه اللي في السوق السوداء هادو اللي راهم يمنعوا الدواء على اطفال ابرياء صغار ما عندهم حتى شيء هادو اللي هما اكيد ماهمش دايرين في بالهم اللي حيتحاسبوا ولكن هادو هما اللي يتحاسبوا صح لما عندنا كي نوقفوا عند ربي سبحانه وتعالى. على سيره المنزل انت كي ساكنه في بوسماعيل وي خميستي بور خميستي انت يعني والكلام وجه الى السلطات المحليه تما. انت قلتي لي عندك زوج اطفال مصابين بامراض مزمنه وراكي عايشه في بيت صغيره فيها يعني ما تدوشي لهمش فيها اسمحي لي كان نقول هكا مدام ولكن برك باش المسؤولين يعرفوا باللي السيده وزوجها وابنائها بحاجه ماسه الى مسكن مستقل على ما ضمنتو لهمش الادويه لا علينا كاين المحسنين. صح السكن امر اساسي للاطفال لانه على حسب واش عرفت من السيده بالك هي ماهيش قادره تهضر ولكن هي قالت لنا باللي تدي ولادها الى منزل اخر باش غير باش تدوش لهم وهما اطفال لازم لهم نظافه يوميه لازم لهم متابعه يوميه لازم لهم اسباس شويه عالي. اذا كان الطفل عنده مشكل باش يتحرك احنا نزيدو نحصروه داخل علبه. ابسط شيء وفروا لولادي حياه كريمه باسكو صح قلت لك انا كي زوجنا كان عندنا بروجي باش نبنو ولا كما اي زوجين يتفقوا باش كما قال لك ينوضوا يطيحوا وينوضوا باش يديروا مستقبل تاعهم. بصح كي جا عبد الصامد انا وليت الدور اللي كان عندي ما خليت حتى بلاصه تامن وين استغفر الله ماشي جهلت ولا بصح وين يدلوني نروح قالوا لي هذوك اللي يقطعوا رحت الجيجل كانت واحد المراه تقطع هكا الامراض هذو زعما باش ينقصوا شويه ليك خيز تامن سبعه خطرات خويا يوسف تديهم حتى كل سمانه كان عبد الصامد ماشي الياس كان عندي عبد الصامد نديه كل سمانه حتى الجيجل ونعاود نول يعني ما خليت حتى حاجه ما درتها لوش.